أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام صلى التراويح وختم التسليم الخامسة بركعة ناسيا. إمام صلى التراويح وختم التسليمة الخامسة بركعة ناسيا، ثم إنه صلى ركعة لينقض وتره هذا وليكون آخر صلاته من الليل وترا، ثم أكمل إلى 11 بزيادة ركعة أخرى. السؤال: هل فعله هذا صحيح؟ أنا ما فهمت فعله هذا إلى الآن. نعم، أعيد السؤال. يقول: سلمك الله، إمام صلى التراويح وختم التسليمها الخامسة بركعة ناسيا. ختمها بركعة، يعني جاب ركعة، جاب يعني ركعة واحدة، صلى ثلاث، التسليمة الأخيرة خلاها ثلاث، زادها واحدة، أو كيف؟ الله ما أدري. يقول ثلاث، يعني صلىها ثلاثة، تسليمها الخامسة صلىها ثلاث كذا. أظن صلى ثنتين وحط ركعة بعد الثنتين، بعد التسليمتين، فكأنه صلى خمس ركعات، يظنها ثنتين. إيه؟ صلى ثنتين وثنتين. ثم السؤال، أعيد السؤال. يقول: إمام صلى التراويح إيه؟ وختم تسليمها الخامسة بركعة. تسليمها الخامسة معناه أنه صلى عشر ركعات. نعم. وختم تسليمة الخامسة بركعة ناسيا، يعني زاد ركعة، صلى الخامسة ثلاث ركعات، صارت 11 ركعة. نعم. ثم إنه صلى ركعة بعدها لينقض وتره. ليش يسوي كذا؟ خلاص أوتر، صلى 11 الخامس، يعني يصلي ركعتين والخامسة التسليمة الخامسة زاد فيها ثالثة، صارت ثلاث ركعات، صارت 11 ركعة. هذا هو المطلوب، فلا حاجة إنه يجيب ركعة ثانية. نعم.